خير. اهلا تفضل تفضل. مثل ما أنا شايف حضرتك مخرج جديد من الجامعة وجايب علاماتك لتقدم طلب لتتوظف عنا بالشركة. بس خليني أكون صريح معك حضرة المدير من البداية، أنا معي وجع ظهر، فإذا صار في نصيب وتوظفت عندكم بالشركة بدي تقنوا لي كرسي مريحة أقدر أرتاح عليها، وما فيني أتأخر بعد الساعة 3 لأنه بشتاق للأهل، يعني بشتاق للوالدي معوض مثل ما بيقولوا. شو بالوالدي، وبدي فرصة الغداء الساعة 1، ما فيني أتأخر لأنه بدوخ، إذا تأخرت عن الساعة 1 بدوخ، وبدي 3/4 ساعة لأني بسخن أكلي، بجيب معي طبيخ وطبيخات لوالدي، ما شاء الله طبيخ خاصة الملوخية كتير طيبة، ومعود على الكافي بريك الساعة 10، وبيتي بعيد عن الشركة نص ساعة، فأنت بتعرف غلى البنزين والوضع بالبلد. بيتوجب علينا أنه إذا فيكن تأمنولي كمان أيام بونات بنزين بكون ممنونك. وبالنسبة للحديث مع ناس أو زبونات برات الشغل هالشي كتير ضروري، لأنه أنا عم بحكي مع بنت شرواك هزبي بنت بيت، وهيك حابب يصير في نصيب، وبتعرف البنات كتير بيحكوا مع بعض فمضطرين. وبالنسبة لأنا إذا شفت لي شهادتي جيب جيد جدا، فمش بتوقع بدي أو بعرف رح تعطيني 1500 دولار مع زودي كل 6 أشهر، بدي فرصة سنوية يعني بتعرف بزور فيها أوروبا أو أمريكا. إيه لا هيك للحقيقة ما تعتلهم، نحن رح نعطيك كل سنة 3 أشهر فرصة بتنقي البلد اللي على ذوقك بتسافر عليه، لبل كمان نحن كشركة يعني منقدم لك مجانا بطاقتين سفر بتنقي فيهم حيالله بلد أوروبي لتسافر عليه. اما بخصوص الكافي بريك بدك تسمح لنا فيها، لانه انت شغلك رح يكون بين العشرة والساعة 12 يعني، فرح تلحق تروح عند امك وتتغدى الغداء الطبخ اللي بتكون حضرته هي وسخن، فاحسن ما تقعد انت تحط بالمايكروويف، وهذا شيء بيضر بالصحة، ونحن بنهتم كتير بالناس اللي بتشتغل عنا. اما بخصوص المعاش، المعاش انا شايف مثل ما شايف يعني هون اسم الله عليك يعني علاماتك كتير منيح، رح بلش معك ب 2250 دولار بالشهر، والزودة رح تجيك دغري بعد 3 شهور. بعدين بخصوص البنزين ولا يهمك، نحن رح نأمن لك سيارة، نحن بندفع عنك البنزين والتصليحات. أما بخصوص التليفون، نحن رح نقدم لك تليفون مجانا، ورح ندفع لك التشريج وكل المكالمات اللي بتعملها محلي واللي بتعملها دولي. طبعا نحن رح نقدم لك اخر شيء مكتب بليق بمقامك، بس بدنا نعذبك بشغلي، حضرتك بدك تنزل على السوق تشتري الفرش والعفش تبع المكتب. عم تمزح؟ اكيد عم بمزح، ما انت بلش بالمزح بالاول. استاذن. وهيك توظف هالشاب بمعاش 300 دولار وصار مدمن على اكل الفلافل. اما كرسته فهي نزيد خبركن إلو 3 سنين بهالمكتب بلا فرص وأكيد بلا زودي بالمعاش. عشتم وعاشت الشهادات في لبنان.